ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. في الفيديو ده هنتعرف على القلق. الطفل اللي بينشأ في حماية زائدة او تدليل زائد دايما بيعاني من القلق. ليه؟ لانه دايما طول الوقت خايف ان الشخص اللي دايما في حياته بيحميه وبيدلله ومتعود ان هو يواجه له الضغوط زي الاب او الام، فاول احساس هيجيلي هو ان بابا وماما مش هيبقوا موجودين على طول، في مرحلة ما هيختفوا من حياتي، فبالتالي هيحصل عندي نوع من انواع القلق. هنا الاحساس ده هيبتدي يدفعني ان انا ادور على علاقات تعوض بابا وماما، مثلا اتجوز عشان يشيل حد تاني مسؤوليتي، ادخل في علاقات صداقة عشان دايما يكون في حد يشيل مسؤوليتي او يدافع عني. انا ما بعرفش اعمل حاجة او مش قادر اعمل حاجة، ما تعلمتش ان انا اعمل حاجة. وكمان بيزيد عندي عدم الشعور بالامان لنفس السبب برضو، بسبب ان مصدر الامن في حياتي الاب او الام هيغيبوا لسبب ما في وقت من الاوقات. وايضا من الاثار السلبية المتعلقة بالحماية الزائدة او التدليل عدم الاتزان الانفعالي. ايه العلاقة ما بين عدم الاتزان الانفعالي والحماية الزائدة او التدليل؟ ان على طول وانا طفل الحماية الزائدة او التدليل بيخلوا بابا او ماما دايما خايفين عليا، خلي بالك ما تطلعش المرجحة دي هتقع، اوعى تتخانق مع حد في المدرسة هتتعور. فانا طول ما انا بكبر دايما بيبقى في شيء من انواع المبالغة في انفعالاتي، شايف المشكلة الصغيرة كبيرة، عشان من وانا صغير ماما شايفة ان انا لو وقعت من على المرجحة رقبتي هتتكسر وهموت. برضو مش معنى كلامي ان احنا نسيب ولادنا يعملوا اللي يعملوه، يقعوا من على المرجحة او يتكسروا او يحصلهم اي حاجة يعرضوا نفسهم للخطر، لا طبعا مش قصدي الكلام ده، بس بطلب عدم المبالغة في رد الفعل. لازم يكون عندنا اتزان انفعالي في التعامل مع ابنائنا، لما تحصل مشكلة لازم انفعالنا يوازي المشكلة، لان انفعالي الزائد للمواقف هيورث لابني ده نفس الانفعال الزائد في مواقفه بعد كده طول حياته. لما بيرجعوا ولادنا من المدرسة متعورين او موقعين او متخانقين بنعتبر ان دي مصيبة او كارثة، ده انا لازم اروح اطربق المدرسة دي على اللي فيها. لا، ما ينفعش كده، لان وضع طبيعي لازم ابني لما يروح المدرسة هيحصل خناق، هيحصل مشاكل، يضرب ويتضرب، يقع ويتعور، علشان هي دي الحياة، هو ده الوضع الطبيعي عادي جدا ما بين الاطفال. لما انا اطلع انفعالي ازيد من الواقع او المشكلة اللي حصلت، انا بدي لابني نفس الطابع وهو عدم الاتزان الانفعالي، ده مهم جدا. ايضا من الاثار السلبية اللي بتنشأ من الحماية الزائدة او التدليل هي الانانية، ان احنا لما بنكبر بنبقى اشخاص انانيين جدا، مش شايفين غير اللي احنا عايزينه، مش قادرين نقدر ان زي ما احنا عندنا احتياجات في اشخاص اخرين عندهم احتياجات. احيانا واحنا صغيرين فعلا ان اهلنا بيدونا حماية زائدة او تدليل زائد، بنفتكر ان الكون كله مسخر لينا، ما بنحسش ان دي انانية، لا احنا فاكرين ده حقنا، احنا تعودنا على كل ما يطلب يجاب. والقاعدة النفسية بتقول ايه؟ لا تلبى للطفل كل مطالبه بغض النظر عن قدراتنا المادية. لازم الطفل يسمع كلمة لا، مفيش فلوس، لا دي غالية علينا مش هنقدر نجيبها، علشان لما الطفل يكبر يقدر يتعامل مع البيئة او الحياة الواقعية انطلاقا من المفهوم ده، ان فعلا هتقابله حاجات في حياته مش هيقدر يجيبها، لان ماديا انا مش هقدر اتحمل ثمنها، او الظروف ما تسمحش، او محتاجة ان انا استنى شوية. لازم نوصل المفهوم ده للطفل. وللأسف ان ده من اصعب الاثار السلبية اللي بتنتج من الحماية الزايدة او التدليل الشديد، هي الأنانية. علشان كده أنا بطلب من حضراتكم، أنت لو الناس بتوصفك أن أنت شخص أناني، ارجع بذاكرتك لطفولتك، نشأتك كانت شكلها إزاي؟ الأنانية دي مشكلة كبيرة جدا، وبينتج عنها كمان إفراط زائد لجذب انتباه الآخرين، علشان من وإحنا صغيرين اتعودنا أن إحنا نكون مركز الكون. فأنا لما كبرت وبدأ الشعور ده يتلاشى ابتدى يسبب لي إزعاج، فببتدي ألفت نظر اللي حواليا بأي طريقة. أنا لسه عايز يبقى جوايا الشعور اللي كان جوايا وأنا صغير، ان انا مركز الكون. طب مين اللي حط الشعور ده جوايا؟ الاب او الام، لان هم عودوني طول الوقت ان هما ياخدوا بالهم مني، ما ادونيش فرصه ان انا احتك بمشاكل الحياه. وبالتالي لما انا كبرت ما بقتش قادر اتاقلم مع فكره ان في اشخاص تانيين افضل مني في مجال معين، في اشخاص اخرين لو تواجدوا في المجتمع يخطفوا مني الكاميرا زي ما بيقولوا، فانا مش هسمح بده. فهكون النتيجه ايه؟ ان انا هعمل على جذب انتباه الاخرين. بفكركم تاني، لو في حد في محيطكم او انتم نفسكم بتتعاملوا الشكل ده، زي ما قلنا قبل كده جزء من اهداف الدبلومه دي ان كل واحد يبص على حياته ويبص على طفولته، شرح شخصيتك علشان تعرف انت لاي مدى انت شخص سوي نفسيا ولا غير سوي نفسيا. وعلشان نركز مع بعض ان فكره افراط الزائد لجذب انتباه الاخرين دي مش بس من النتائج الحمايه الزايده او التدليل، لا كنا قلناها قبل كده في انها فكره الرفض لما يكون في عقاب زايد عن اللازم في المحاضره بتاعتنا،
وطريقة العقاب من الأهل بالخصام برضو بينتج عنها نفس النتيجة. لازم نخلي بالنا كويس قوي ونحافظ على أطفالنا من أن ينتج عندهم المشاكل اللي احنا اتكلمنا فيها دي. المشكلة الرابعة اللي بيكون ليها أثار سلبية على صحتنا النفسية وبتتم داخل الأسرة هي مشكلة التسلط أو السيطرة أو التحكم، ودي مشكلة بيقع فيها أغلب أولياء الأمور، وهي إصدار الأوامر أو التفتيش وراء أولادنا. فأنا بسأل حضراتكم، إحنا لما كنا أطفال كنا بنعاني من هذه الأمور ولا لأ؟ وفي الحقيقة أن دي من المشكلات اللي بتستمر بعد الطفولة، وخصوصا مع البنات بيكون في تحكم شديد أو سيطرة شديدة غير التفتيش الزائد أكتر من الولاد. طيب المشكلة دي لما بتحصل إيه الأثار السلبية بتاعتها؟ يا إما بنستسلم تماما يا إما بنتمرد جدا. بص على نفسك وبص على طفولتك، لو في حد من الأسرة كان متسلط وبيصدر الأوامر ومتحكم بشكل كامل في حياتك، انت لما كبرت دلوقتي مستسلم لبابا وماما ولا متمرد على بابا وماما؟ وللأسف لو بصيت دلوقتي هتلاقي في زيجات بتفشل بسبب ان الولد او البنت لسه تحت تصرف بابا وماما بزيادة قوي اكتر من اللزوم. طب ده بيكون سببه ايه؟ ان هو اتعود على كده، او من كتر الضغط اللي بنتعرض له في فترة المراهقة والطفولة من شدة السيطرة بيحصل ايه؟ ان احنا لما بنكبر بنتمرد، بنرفض كل اشكال السلطة، وما بنقدرش ان احنا نميز ان احنا نعارض الاب والام او نتجاوز في حقهم، وده بيحصل كتير قوي. احيانا بتلاقي نفسك بترد على اهلك والدك او والدتك بطريقة كلام تقيلة جدا، ما ينفعش ان انت ترد بيها على ابوك وامك بالطريقة دي، كلامك بيبقى في تجاوز، ولو رجعته في الكلام يرد عليك يقولك انا بعبر عن حقوقي، انا بعبر عن ذاتي لان انا شخص مستقل. بس في الحقيقة دي واحد من الاثار السلبية اللي تعرض ليها وهو طفل، والتحكم الشديد اللي تعرض له، فهي دي الاثار السلبية اللي بتحصل، يا اما الاستسلام المطلق او التمرد الزائد. وايضا من الاثار السلبية لهذا الامر هو غياب الشعور بالكفاءة، ان انا غير كفء لعمل اي شيء، انا مش بعرف اعمل حاجة، لو عملت اي حاجة هتبوظ مني. ليه بنقول الكلام ده؟ لان احنا احيانا كتير بننسى ان كثرة السيطرة وكثرة التحكم بيخلينا ما نتقبلش فكرة الخطأ، بمعنى ان الاهل بيتحكموا فينا بالطريقة دي وبيسيطروا علينا بالطريقة دي علشان احنا ما نغلطش، لان احنا لو اتصرفنا من نفسنا من تلقاء نفسنا ومن دماغنا احنا هنغلط، فبالتالي هنخاف ان احنا نعمل اي حاجة علشان ما نغلطش، واوصل لدرجة ان انا ما بعرفش اتخذ قرار، لدرجة هدومي انا مش بعرف اشتري هدوم، لان طول الوقت الاب او الام هما اللي بيعملوا ده. كلنا فاكرين مثال فيلم ابن حميدو، مالكوا يا بنات بتتوشوشوا على ايه؟ ياما انا عايزه اجل جوازي شويه لحد ما ربنا يوعد عزيزه اختي بابن الحلال. ابن الحلال موجود يا حبيبتي، البيه ده فندي راجل ابن راجل وعليه كرافته ترد الروح. ياما انا ما بقبلوش الكلام ده يا عزيز. امال عايزه تتجوزي مين؟ عبد الحليم حافظ؟ اخر زمن البنات تنقي عرفانها. ياما وانت اللي هتتجوزي ولا انا؟ انا افصل وانت تلبسي، انا اطبخ وانت تاكلي، انا اخطب وانت تتجوزي. قالت لها انا افصل انت تلبسي، انا اطبخ انت تاكلي، انا اختار انت تتجوزي. ده مثال للتحكم الشديد، وبالتالي هحس ان انا غير قادره على اتخاذ القرار السليم، لازم يكون في حد تاني في حياتي هو اللي بيتخذ لي قراراتي وهو اللي بيمشيني زي ما هو عايز، لان انا غير صالحه لاتخاذ القرارات. ايضا من الاثار السلبيه السيئه جدا من التسلط الزائد او التحكم فينا من واحنا اطفال غياب المبادئه او المبادره، ما بعرفش ابتدي او ابادر بحاجه، دايما سلوكي في حياتي رد فعل، مستني الناس يعملوا عشان انا اعمل زيهم، انما انا ابتدي بالمبادره دي ده مستحيل انه يحصل، حتى لو اتحطيت في مشكله هستنى حد تاني هو اللي يبتدي يحل المشكله علشان ابتدي اقلده او اقول زيه عشان مش ابقى انا اللي بادرت بحل المشكله، ما عنديش القدره بالمبادره. طيب ايه المشكله في اني انا سلوكي ما يبقاش فيه مبادرة ويكون عبارة عن رد فعل؟ الكارثة هنا ان انا بخلي الاخرين يوجهوا حياتي، المفروض ان حياتي ملكي، فانا الوحيد اللي ليا حق ادارتها، مش حد تاني هو اللي يديرها لي. وايضا من الاثار السلبية السيئة جدا لفكرة السيطرة او التحكم سوء التوافق مع متطلبات النضج. يعني ايه الجملة دي؟ كل مرحلة في حياتنا ليها متطلبات معينة، مثلا فترة المراهقة بيبقى عندنا ميل للاستقلال، ميل للتمرد عشان نكون شخصيتنا، لكن لو انا اتربيت طول الوقت على ان بابا وماما بيتحكموا فيا مش هوصل للمرحله دي ابدا، وبالتالي مش هقدر استجيب لمتطلبات النضج العمري. يعني هكون كبرت في العمر، هوصل ل 20 25 سنه، لكن على المستوى النفسي
دلوقتي انا هكون لسه في الطفولة، لسه مش قادر اخد قرار لان في اخرين بيتحكموا في حياتي وبيدروها، ولما بيحصل ان العمر النفسي بيختلف عن العمر الزمني ده بيسبب لي سوء توافق، وبالتالي سوء التوافق ده بيكون له اثار اجتماعية، وبالتالي لما اتحط في مشكلة ولازم اتخذ قرار والاقي نفسي مش قادر اخد القرار ده، هلاقي التعليقات حواليا انت يا ابني هتفضل طول عمرك كده، انت يا بنتي مش عارفة تاخدي قرار، هي دي حاجة لازم نرجع فيها لماما، والتعليقات هتبتدي تزيد حواليا. ده بيحصل ليه؟ لان انا مش عارفة استجيب لمتطلبات النضج. كل مرحلة من المراحل العمرية زي ما ليها متطلبات جسدية ومتطلبات اجتماعية ليها متطلبات نفسية، لان من ضمن متطلبات النضج من 20 ل40 سنة هي القدرة على اتخاذ القرار. انا بقى مش عندي الحتة دي ليه؟ علشان انا اتربيت طول الوقت على فكرة ان في شخص تاني بيتحكم في حياتي بياخد لي قراراتي، فانا في اللحظة دي ببقى مش قادر اخد مبادرة او قدرة على الاستقلال في قراراتي وفي حياتي. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، وبكده نكون خلصنا الفيديو ونشوفكم في فيديو تاني. وعلشان غيرك يستفاد ارجو الاشتراك في القناة، ما تنسوش اللايك والضغط على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.